السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. ولازلنا نتحدث في برنامج على طريق الجنة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم آمين. تكلمنا الحلقة اللي فاتت عن الإصلاح بين الناس، كان موضوع مهم جدا، لذلك يعني أردت أن نعيش معه حلقة أخرى ولكن بمعنى مختلف. احنا نعيش مع حديث واحد في هذه الحلقة بس عايزين نتدبره جدا. سيدنا أنس رضي الله عنه بيقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه. سيدنا أنس بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قاعد معانا فضحك لحد ما أسنانه الأمامية بانت، بدت ثناياه. فسألوا صحابة سيدنا عمر، قال له: يا رسول الله، ما أضحكك بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم؟ النبي قال إيه؟ قال: رجلان جثيا، رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة يوم القيامة. اثنين نزلوا على ركبهم أمام الله سبحانه وتعالى، فقال أحدهما، واحد بيقول ربنا إيه؟ يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، يا رب أنا عايز حقي من أخويا ده، ظلمني، شتمني، كلمة مالي، اتهمني في عرضي، عمل أي شيء من حقوق العباد، خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله: كيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ فاكرين حديث المفلس اللي قلناه في أول حلقة خالص؟ فاكرينه؟ طيب هو دلوقتي إدى كل واحد من أصحاب الحقوق حسنات، فأنت دلوقتي عايز حقك وهو ما عندوش حسنات، مش معاه حاجة يديك، فماذا تصنع؟ كيف تفعل بأخيك ولم يبق من حسناته شيء؟ قال: يا رب فليحمل من أوزاري. هو ما عندوش حسنات، ايش أنا عندي سيئات كثير جدا، عملت ذنوب كثير، هو ياخد بقى من أوزاري لحد ما أنا أرتضي وأقول أنا كده خدت حقي، يحمل عني من أوزاري. وهنا فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي بكى، وبيقول الحديث وقف هنا كده، بكى النبي عليه الصلاة والسلام وارتفع صوته للبكاء وقال: إن ذلك اليوم ليوم عظيم، إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل من أوزارهم. الناس محتاجة في اليوم ده اللي يشيل عنه من أوزارهم. فقال الله للطالب، ربنا قال اللي عايز حقه بقى إيه؟ ارفع بصرك فانظر، بص هناك كده، ارفع بصرك فانظر. فرفع بصره فنظر فقال: يا رب أرى مدائن من ذهب، ده أنا شايف مدائن كاملة من الذهب الخالص، أرى مدائن من ذهب وقصور من ذهب مكللة باللؤلؤ، يا رب لأي نبي هذه؟ يا ترى مين النبي الفاضل اللي هياخد الحاجات العظيمة دي كلها؟ لأي نبي هذه؟ لأي صديق؟ لأي شهيد؟ فقال الله: هذه لمن يملك الثمن، اللي يملك ثمن هذه الأشياء يأخذها. قال: يا رب ومن يملك ذلك؟ مين اللي يملك ثمن هذه الأشياء العظيمة؟ العبد منبهر، ايه الحاجات دي كلها، من يملك ثمن ذلك؟ قال: أنت. قال: كيف؟ أنا معيش حق الحاجات دي، كيف أملك ثمن ذلك؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا ربي عفوت عنه، بس كده عفوت عنه. فقال الله: خذ بيد أخيك وادخل الجنة، خذ بيد أخيك وادخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المسلمين يوم القيامة. ربنا سبحانه وتعالى بذاته يصلح بين المتخاصمين يوم القيامة. لماذا لا نصلح نحن بين الناس؟ لماذا لا نصلح بين المتخاصمين؟ يا جماعة الدنيا مش مستاهلة، الدنيا حقيرة، الدنيا حقيرة، بنتخانق مع بعض ونتخاصم مع بعض ونبات بالليالي والشهور والسنوات كمان ربما بسبب أشياء تافهة. طب تعمل إيه لو صاحبك ده قابل ربنا وانتوا لسه متخاصمين؟ هتندم وتقول: يا ريتني صالحت، يا ريتني قبلت اعتذاره، يا ريت يا ريت يا ريت. خلونا نتصافى مع بعض، خلونا نقابل ربنا سبحانه وتعالى بقلوب سليمة، بقلوب طاهرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة.